كشفت شركة سامسونج النقابة عن 3 هواتف جديدة ضمن سلسلة جالاكسي إس الرائدة، وهي جالاكسي إس 20، جالاكسي إس 20 بلس، وجالاكسي إس 20 ألترا، بالإضافة إلى إعلانها عن الهاتف القابل للطي جالاكسي زد فليب. وسوف نحاول التعرف على خصائص هذه الهواتف من خلال هذا الفيديو، فتابعونا. تشترك الهواتف الثلاث في العديد من الميزات، من أبرزها مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق صوتية المدمج في الشاشة، والبطارية ذات السعة الكبيرة والمعالج القوي، والشاشة ذات معدل التحديث العالي الذي يصل إلى 120 هرتز مع دعم اتصال شبكات الجيل الخامس. يتميز هاتف جالاكسي إس 20 ألترا بكاميرا خلفية رباعية العدسات بدقة تصل إلى 12.48 و108 ميجا بيكسل لكل واحدة، مع عدسة رابعة للعمق تطلق عليها سامسونج اسم ديب فيجن، وكاميرا أمامية بدقة تصل إلى 40 ميجا بيكسل. كما يستخدم هاتف جالاكسي إس 20 ألترا معالجة الصور المتعددة التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي لتقليل فقد الجودة عند مستويات التكبير العالية، بحيث يمكنك تجربة التكبير الفائق الدقة حتى 100 مرة مع رؤية أوضح أكثر من ذي قبل. كما أن كل من جالاكسي إس 20 وجالاكسي إس 20 بلس يتميزان بكاميرا بثلاثة عدسات تصل دقتها في المجموع إلى 88 ميجا بيكسل، مع عدسة رابعة فائقة الدقة بالنسبة لجالاكسي إس 20 بلس، وكاميرا أمامية تصل إلى 10 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى شاشة تصل إلى 6.2 بوصة بالنسبة لجالاكسي إس 20 و 6.7 لجالاكسي إس 20 بلس و 6.9 بوصة لجالاكسي إس 20 ألترا، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز كسابقة في عالم الهواتف الذكية. أما بالنسبة لمساحة التخزين الداخلية، فيتميز جالاكسي إس 20 بمساحة تصل إلى 128 جيجا بايت، و256 جيجا بايت لجالاكسي إس 20 بلس، و512 بالنسبة لجالاكسي إس 20 ألترا، مع إمكانية إضافة بطاقة التخزين التي تصل إلى 1 تيرابايت، كما أن ذاكرة الوصول العشوائي تصل إلى 8 جيجا بايت و12 إلى 16 بالنسبة لجالاكسي إس 20 ألترا. كما أتت هذه المجموعة ببطارية تصل سعتها ما بين 4000 و 5000 ملي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 25 واط والشحن اللاسلكي العكسي. كما أن هذه المجموعة تتميز بوزنها الخفيف الذي يتراوح بين 163 إلى 222 جراماً، ويبدأ سعر هذه المجموعة من 999 دولار إلى 1399 دولار، ويبدأ الحجز من 21 من فبراير الحالي، وتتوفر في 6 من مارس. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم، لذا لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة وتعملوا لايك للفيديو، والسلام عليكم.